يمكن اول مره اعمل ستوري، بس انا عامل ستوري دي مخصوص عشان عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. اللي يعرفني كويس يعرف ان انا بحب التماثيل وبحب التحف، والتماثيل مخصوص اللي هي معموله من الخشب. عايز افرجكم على حاجات دي، دي شويه حاجات نادره، في منها طبعا اللي معمول بالمكن وفي منها اللي معمول هاند ميد. انا بيصعب عليا صحاب الاتيليهات لما محدش بيقدر الكلام ده بيحطها في المخازن، وده بيصعب عليها جدا. شايفين الكلام؟ شايفين التمثال ده؟ انا عايز اقول لكم ان الحاجات دي حاجات غاليه، قصدي يعني تمنها كبير. وانا دلوقتي بقى عندي في البيت وبدات اعلق الحاجات اهو زي ما انتم شايفين، ورصيت حاجات اهو. انا عايز اقول لكم ان انا اشتريت الحاجات دي من محل اسمه تيا تاتش. تيا تاتش ده ليه اكونت على الانستجرام، انا عامل له منشن دلوقتي. زي ما انتم شايفين الحاجه ايه، الحاجات دي انا عاملها بكل حب واحترام عشان الحاجات دي حاجات غاليه.